نحن هنا ببلدية بالوزداد قلب العاصمة، وبمكتب الانتخابات أعضاء اللجنة يسابقون الزمن لتطهير القوائم الانتخابية. جيت سجلت روحي براحة، والظرف تاع البلاد على بالكم دوك الحالة تحسن شوية وفيها نشوف نملوا نعم كاين امل باذن الله ان شاء الله. جينا لهنا باش نخدموا الكابتال فوت هذيا باسكو لا بليبار تاع اللجنة هذه سي دي سيتوايان، هذا ما كان سي بور سا لي اون بلوس دو كونفيونس بارابور القديم، هذا ما كان سي تو الحمد لله جوستومون سي بارابور سي دي جون دي كارتي سي دي جون اللي نعرفوهم وشفناهم في الميديا من الناس راهي تخدم ميتو، سي بور سا لي نديروا فيهم كونفيونس ان شاء الله. أمل وثقة تبعث بهما تشكيلة اللجنة في حد ذاتها التي يرأسها قاض وتضم ولأول مرة ثلاثة مواطنين من أبناء البلدية. أنا مواطنين ونسكنوا في الحي هنا محمد تاع محمد بلوزداد، عيطونا كلفونا بهذه اللجنة هذه باش نسيروا فيها نراقبوا لي دوسي تاع المواطنين اللي ساكنين هنا اللي خارجين البلاد وكل حاجه رانا نكونتروليو فيهم. انا بيرسونيلمون ارتاح قلبي كي قالوا لي كاين لجنه مستقله عن الاداره. انا لو كان شفت في ذره تاع تاع تبعيه للاداره ولا تبعيه للاخر انا ما ندخلش في اللجنه. الور على هذه اللي قلت لك انايا باذن الله احنا رانا في لجنه مستقله ورانا نخدموا بكل حريه ما كاين لا ضغوطات. ولانها عمليه ودقيقه في المسار الانتخابي تحرص السلطه الوطنيه المستقله للانتخابات على متابعتها ميدانيا. مواطن جديد جاي للتسجيل؟ اي بور لانسكريبسيون سي لا بروميير فوا. اول مره في القائمه الانتخابيه، وشنو الملف اللي يطلبون؟ عندك كسر نيسونس، لابيس لا ريزيدونس، وفوتوكوبي دو بيرمي دو كوندويل ولا لابيس دو نونتي. نعم. دونك فيه تسهيلات اللجنة موجودة؟ الحمد لله. واقفين نحن في الميدان شفتوا أنه اللجنة البلدية اللي أصبحت تتكون من قاضي يعينه رئيس المجلس القضائي وكذلك ثلاث مواطنين، وطبعا بعد ما كانت تتكون من الأمين العام للبلدية. إذا قادات، وتبقى المشاركة القوية ضامنا أساس بيد المواطن وفقط.